طيب نطمن أكتر على الحالة الجوية، بينضم لنا هاتفيا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية. أهلا بيك يا دكتور محمود. أهلا بحضرتك أستاذ هشام والسادة المشاهدين، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. تطمينات بقى على الحالة الجوية النهاردة وبإذن الله خلال الثلاث أيام القادمين. هو الحمد لله طبعا بتستمر معانا حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية. درجات حرارة حول المعدل الطبيعي لها، وإن كان في ارتفاع طفيف وتدريجي خلال الأيام اللي احنا خلال هذه الأيام على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، ولكن طبعا فترات الليل ما زال الطقس بيكون ما بين بارد وشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح. الأجواء مستقرة تماما، الرياح إلى حد كبير هادية على أغلب الأنحاء، النشاط نشاط نسبي ومحدود، اتجاهات شمالية شرقية ما بيصاحبهاش أي كميات من الأتربة، حالة الملاحة البحرية معتدلة على البحر المتوسط، وفي حالة اضطراب نتيجة النشاط اللي محدود في جنوب سيناء على خليج السويس والبحر الأحمر. بخلاف ذلك الأجواء مستقرة والشبورة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. إن شاء الله الارتفاع ده هيكون تدريجي خلال الأيام القادمة ويبلغ ذروته يوم الثلاثاء إن شاء الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لحضرتك.